تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما لكن سيفا فإني جئت لأفرق الإنسان من أبيه والابنة من أمها والكنة من حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته من أحب أبا أم أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يحمل صليبا ويتبعني فلا يستحقني من وجد نفسه يهلكها ومن أهلك نفسه من أجله يجدها من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ ومن يقبل صديقا باسم صديق فأجر صديق يأخذ ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقد باسم تلميذ الحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره ولم هو السلام لجميع